هاد العيد شويه يعني كاين شويه الثمن سخون طالع شويه، يعني هذا داير 6500 درهم وتفاجئنا بهذا. شحال هذاك؟ هذا عطاونا فيه مليون. لا الواحد يعني اللهم بارك عند هذه السلاله ديال طبعا ديال السردي اللي عند عمي الحاج طبعا فقيه بن صالح، راه عنده الحاجه المليحه. لا 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 يعني كاين جوج حوالا توليه، ياك جوج حوالا مليون و100، مليون و100. كاين واحد اخر داير 6000، فين هو داير 6500 درهم؟ ولكن راه سلعه مليحه، سلعه مليحه، ما عندنا ما نقولوا تبارك الله. لا لا هذه مليحه، هذه مليحه، هذا 6500 درهم. ولاد حمد بن شداد، ياك ولاد حمد بن شداد. سلعه مليحه، الله يجيب لي فيها الخير. اذا كيف ما كتمنى الان في هذا البث المباشر، هذه البركه هذه راه دايره 6500 درهم. يلا شكرا، سمح لينا لا لا صافي. ها غادي نسول اقش غادي تغار سلواني، غادي تغار سلوى شحال هو؟ 3500 درهم، 350000. سعيد من وين داولي؟ صافي هاك. كيما كنحلموا الفلاحه والكتابه اللي عندهم الروبوت في الكوارع اللي عندهم الدبان في المحافل. الفلاحه بغاو يداولوا الفلاحه. الفلاحه اللي قوم البركه يا عاود ثانيه الصباح. شحال تلقى البركه يوما؟ 2500 درهم، 255 فرنك يا يتما. الحاسيب اركان يا غوث ثمانين. حاسيب اركان. ايت بو يحيي. عيط بويحيي بني وكيل ياش عيط بويحيي بني وكيل هاد السلاله هادي راه ديال حاسي بركان اقليم الناظور بني وكيل 2500 درهم. ها بركة مليحة، يعني سلعة مليحة تبارك الله، الله يجيب الشاري. يعني مع اقتراب عيد الأضحى طبعا كنشوفوا يعني الرحبة ديال البهايم أو ديال الغنم هنا في السوق الأسبوعي بزغنغان إقليم الناظور، عامرة وعامرة تبارك الله، اللهم بارك. حنا غنسولوا هذا السيد هذا شحال عطاو. السلام عليكم. السلام عليكم. من حشاني؟ الحمد لله. شحال تلقى البركة يا؟ ثمن اخويا. ثمن اخويا. ثمن 350 فرانك. 350 فرانك، 3500 درهم. موال. الموال والربيع. فين اش البلاصة هذه؟ هذه
شنو السلاله؟ هذه الجهه ديال بابكوي. اه الله 105000. هذه السلعه هذه او هذه البركه هذه دايره 3500 درهم ديال بابكوي. طبعا غير خرفانه. وغير خرفانه. اه ثنين ثنين. انا ما قنعش بهذا الثمن عاد. ياك اه. الله يجيب الشاري. ان شاء الله. الله يجيب لك الخير. الناس كتشري كتقلب داكشي اللي خاصها طبعا. يقى كشاني مازال هذا كي يقى والو خزه صوم مع السيد ايوا تي إذا كيف ما كتمونا الآن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في فدا البث المباشر هنا من قلب السوق الأسبوعي بالزغنغان إقليم النظور مع اقتراب عيد الأضحى. كنشوفوا طبعا الجودة والحوالة يعني موجودين كثرة، كاين ديال السردي، كاين ام البقري، كاين يعني كاين الخير موجود. السلام عليكم، شحال واش ندير بركه؟ بني نوم هنا زوج فنيان. شحال اخويا؟ شحال؟ 175 هادو 3700 درهم، 370 فرانك تما هنا مشيت ورا. من السلاله هنا؟ السلاله؟ يعني ما انا مشان هنا مش البلاصه هادو هنا ديال قرسيف يعني معلف مزيان قرسيف. تكبر خويا عديل تكبر عربي وكر ايوا تكبر في الكوري اللي عنده تكبر في المحل. هذا 3500 700 درهم هادو راه تباعوا اللهم بارك تباعوا 3700 درهم الواحد ربما بجمله. اللهم بارك. هالمليح هاي 3700 درهم باش تباع هذا في السوق الاسبوعي الزغنغان اقليم الناظور 3700 درهم باش تباع هذا. دابا تقريبا هذاك شحال غتكون فيه من كيلو؟ هاد البركه هذه ها؟ يفوت 40 كيلو وهذا هادو 50 كيلو هادو 50 كيلو هذا تبارك الله. قناة شوف تي في احنا مازالين مستمرين معكم في هذا البث المباشر هنا من قلب السوق الاسبوعي الزغنغان اقليم الناظور وبالضبط من رحبة الغنم مع اقتراب عيد الاضحى. كنشوفوا الرواج والاقبال والناس جاية من كل مكان باش يشوفوا ويتقداو العيد الاضحى الحولي اللي غالي هنايا واصل 6500 درهم واللي رخيص واصل 1800 درهم.
هذا لا بغيتي دير البومبا كبيره كدير 15 كيلو ديال الماء، الا بغيتي دير شي البومبا صغيره كدير غير شي صغيره، ولا شي قاري راه كلشي مكتوب عليا. كترش عليه هذا راه كيبقى خدام لمده 15 يوم. ترش البقره، علاش مصوري لك دابا هنا البقره؟ كيقول لك لا عندك البقر رش عليه، ولا عندك الشبيه رش. العافية شالة الحولي غالي بزاف متتبعينا يعني مع اقتراب عيد الاضحى كنشوفوا الاثمنه مرتفعه مرتفعه عكس السنه الماضيه اللي كانت الاثمنه شويه ما بيعش، لكن السنه هذه الان من قلب السوق الاسبوعي بزنغان اقليم الناظور، والى اللقاء في لقاء مباشر.